يا صباح الخير على حضراتكم في كل مكان. النهاردة معنا فقرة هنتكلم فيها عن قطاع من أهم القطاعات واللي بتسبب نمو أساسي في الاقتصاد المصري. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن الصناعة. 6 سنوات تقريبا الماضية كان فيها تحولات كبيرة في القطاع الصناعي، سواء على مستوى اجتهادات كبيرة جدا من الدولة لتنمية هذا القطاع، أو من خلال التشريعات والقوانين اللي سنت أو تم كمان استحداثها بشكل كبير، بجانب الخريطة الاستثمارية الصناعية اللي تم نشرها وتفاعلها في 27 محافظة بالأماكن اللي موجود فيها الصناعات اللي ممكن المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو حتى المستوى العالمي يقدروا يستثمروا فيها في مصر. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم مزيد من التفاصيل عن هذه يعني القوانين والتشريعات واللي سهلت كتير جدا لمهام رجال الصناعة وقطاع الصناعة بشكل أشمل، وهنتكلم كمان عن الحوافز المقدمة ليهم، عن كثير من التفاصيل أنجزت في الفترة الماضية مع ضيفي العزيز الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم في موضوع في الحقيقة هو كبير ويعني عايز له حلقات عشان نتكلم عن كل فقرة فيه، لكن هننجز كده بعض التفاصيل اللي تم يعني استحداثها وتجديدها والحوافز وكل هذه التفاصيل اللي بتهم رجال الصناعة في مصر وبالتأكيد بتهم المواطن المصري لكثير من الأعباء اللي بتخففوا عليها سواء فرص عمالة أو حتى طبعا زيادة في الدخل القومي. نروح مع حضرتك تقرير ونرجع لك تاني. تفضل. يمثل النهوض بالقطاع الصناعة الوطنية نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع يرتبط بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية. وفي هذا الإطار وصل معدل نمو القطاع الصناعي إلى 6.3% خلال عام 2019-2020 بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف، حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 2019-2020 مقارنة ب 6.1 مليار جنيه عام 2013-2014. ومن أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر على مستوى الجمهورية، فضلا عن تقديم حزمة من التيسيرات على تكاليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال أزمة كورونا اتخذت الدولة عدة إجراءات في إطار دعم وتنشيط هذا القطاع الحيوي، حيث تقرر خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، بالإضافة إلى فرض سعر موحد ومخفض للغاز المورد للأنشطة الصناعية كافة، فضلا عن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر. زي ما حضراتكم كده تابعتوا إنجازات مهمة جدا في الفترة الماضية، وإنجازات في يعني طبعا قطاع الصناعة لكن في مختلف الفئات، سواء بنتكلم على القدرة التنافسية للمنتج الصناعي أو المنتج اللي ممكن يكون بيفيد البلد وحتى طبعا عنده قدرة تنافسية على التصدير. بنتكلم كمان عن عديد من الحوافز المقدمة للمحليين أو للمنتجين المحليين أو حتى بشكل عالمي للمستثمرين. نتكلم مع ضيفنا مزيد من التفاصيل. برحب بيك مرة تانية دكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي. بصبح عليك، أهلا بيك. وخلينا نروح نعلق كده على بعض التفاصيل اللي جت في التقرير، وفي الحقيقة التفاصيل الأخيرة كانت مميزة قوي، إن احنا نقدم بعض الحوافز أو الدولة تقدم بعض الحوافز واللي منها تخفيضات في الكهرباء والغاز والضريبة. كل هذه التفاصيل كانت أعباء كبيرة جدا على المصنع علشان يقدر يستفيد بأكبر كمية من الإنتاج، وبالتالي يقدر يسد العجز اللي كان قائم في هذه أو في هذا القطاع بالتحديد.
تعليق حضرتك كده على التفاصيل اللي جت، وبكده نبدا بقى التفاصيل الجميله اللي حصلت في الفتره الماضيه. طبعا اللي حصل في الفتره الاخيره ده كان انجاز كبير جدا ودعم كبير جدا من الدوله المصريه للصناعه، والصناعه تحديدا لانها هي من الاعمال الاستثماريه كثيفه استهلاك العماله. يعني اذا انا مهتم برفع مستوى معيشه المواطن فانا كان واجب عليا ان انا اوفر له فرصه عمل كريمه، الفرصه دي تكون بتدخل له دخل كويس يسمح له بمعيشه كريمه. فدعم الدوله للصناعه هو دعم مباشر للمواطن المصري ان هو يبقى عنده حياه كريمه. ولكن انا عشان اكلم الساده المشاهدين في حجم ما انجزناه في الخمس او ست سنين اللي فاتوا، لازم نتذكر سوا ايه المشاكل اللي كنا بنمر بيها، وليه الصناعه المصريه كانت متاخره، وليه ما كناش قادرين نتحرك. لو رجعنا كده لغايه سنه 2015 قبل ولايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنلاقي ان الصناعه كانت بتعاني من عدم توفر الطاقه. كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في الطاقة الكهربائية وفي الغاز، ان احنا كنا بنستورد الغاز، فده مجال ما يسمحش بيه الاستثمار الصناعي طبعا. فكان اول واهم خطوة خدتها الدولة هي تدشين محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتدشين محطات الانتاج الكهربائي اللي من خلال دورات الغاز المتكاملة اللي جبناها من ألمانيا، وده نجح فعلا في حل ازمه الكهرباء. النهارده مصر عندها وفره من الطاقه الكهربائيه، بل ان احنا بقى عندنا قدره صحيح. على التصدير كمان تمام. زي بالظبط اللي حصل في الاستكشافات الغازيه احنا قدرنا نسترد ثقه المستثمرين الاجانب. احنا كنا بنعاني معاناه في 2015 من ان احنا نلاقي شركات عالميه تيجي تشتغل في الاستكشافات الغازيه في مصر طبعا. بسبب ان الدوله كان عندها ديون واعباء كبيره جدا للشركات السابقه وما كانتش ملتزمه بسداد هذه الديون. مع الدولة المصرية الجديدة بدأنا نعيد هيكلة هذه الديون ونسددها، وبدأ يبقى في ثقة في التعامل مع القيادة السياسية، فبدأت الاستكشافات الغازية ترجع مرة تانية. نتيجة ده ان احنا في خلال خمس سنين بقى عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز. فكرة الغاز مش زي زمان ان احنا بقينا بنستهلكه كمادة خام او حتى بنصدره كمادة خام، لا، الغاز ده النهاردة بيعاد استخدامه، بيطلع منه مشتقات من اهمها البولي بروبلين اللي هو المادة الأساسية اللي بتدخل في صناعات البلاستيك وفي صناعات الكاوتشوك وفي صناعات كتير جدا وسيطة. فاحنا ما بقيناش كمان بنصدر زي زمان الغاز بتاعنا خام، لا، ده احنا بقينا بنعيد استهلاكه مرة تانية في الصناعة عشان يبقى ليه قيمة مضافة جديدة. في الفترة الماضية ان احنا ما نصدرش المواد السائلة بشكل كبير ونعيد استخدامها، يبقى في قيمة مضافة تدخل الصناعة عشان أقدر أوفر. الصناعة بتحتاج المادة الخام، يعني الطاقة دي هي المادة الخام اللي بتقوم عليها الصناعة، فإذا أنا وفرتها بشكل محلي وعندي اكتفاء ذاتي منها، هو ده اللي سمح للدولة إن مع أزمة كورونا تقدر إن هي تخفض من سعر توريد بيع الغاز للمصانع، تقدر تثبت من سعر الكهرباء. لولا الإنجازات اللي إحنا عملناها والتعب اللي إحنا تعبناه في الخمس سنين ما كناش هنقدر نقاوم هذه الأزمة طيب. فإذا ما بنيناه هو اللي ساعدنا ان احنا نعبر هذه الازمه. انا هقف مع حضرتك عند النقطه دي بالتحديد. عشان تبني صناعه او قطاع كبير زي قطاع الصناعه من اهم القطاعات اللي بتدر دخل قومي مهم جدا واساسي للدوله، كان لابد من بناء خطوات مهمه جدا عشان اصل الى الشكل العام المظبوط والصحيح والدقيق لهذا القطاع، بدايه من البنيه التحتيه السليمه وصولا الى كل بقى الحوافز اللي تم تقديمها الى الخريطه الاستثماريه اللي ظهرت على النور. عايز امشي مع حضرتك كده الخطوات اللي حصلت في الفتره الماضيه، وكمان كان منها القوانين والتشريعات. احنا كنا عناصر الانتاج كلها كانت بتعاني، يعني كان في عندك الانتاج ده مكون من عده عناصر كلها كانت عندنا فيها مشاكل. احنا اتكلمنا على ازمه الطاقه، طيب الجزء الثاني اللي العالم كله كان دايما بيبص لنا فيه هي ازمه البيروقراطيه في استخراج التراخيص. يعني كانت مصر متراجعه جدا في تصنيف البنك الدولي، يمكن كان ترتيبنا فوق المية في مستوى البيروقراطية الموجودة وصعوبة استخراج التراخيص. فالدولة قامت بإصدار تشريع التراخيص الصناعية الجديد. التشريع ده بقى من خلاله أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدروا أن هم يحصلوا على الترخيص ده بمجرد ما يخاطبوا بس هيئة التنمية الصناعية، بمجرد ما يروح يملى استمارة هو كده ده بمثابة حصوله على الترخيص. ومش بس كده، يعني ما كانش بس ان احنا بنسهل على المواطن ان هو يحصل على الترخيص ده، لا، الدولة اوجدت وسيلة تانية وسهلة جدا. ان الدولة عملت مجمعات صناعية كاملة المرافق كاملة التراخيص، اصبح المستثمر ومنها بورسعيد. احنا بنتكلم ان الدولة دشنت في الفترة اللي فاتت اكتر من 20 مجمع صناعي صحيح. ومستمرة
السنة دي، أكتر من 20 مجمع صناعي بعدد وحدات أكتر من 7500 وحدة صناعية. أبرز المجمعات دي فين يا فندم؟ موجودة في كل محافظات مصر، هو ده التنوع الجديد، وأهم حاجة فيها اللي بقت موجودة في صعيد مصر. يعني أهم حاجة النهاردة أن الصعيد كان بيعاني من إهمال كبير جدا، وكان بيترتب عليه الهجرة العشوائية اللي بتحصل من الصعيد للقاهرة والإسكندرية أو لدول أخرى، لكن الدولة نجحت في خلال الفترة اللي فاتت أنها تدشن أكتر من 8 مدن تكنولوجية في صعيد مصر. ده ترتب عليه أن احنا بقينا بنكتسب الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي أنه يصنع في الصعيد، لأن الصعيد عندنا الطاقة البشرية هناك متوفرة. صحيح. كان ناقصنا بس أن احنا نودلهم المصانع جنبهم. فالدولة نجحت من خلال قانون الاستثمار الجديد أنها تمنح حوافز للمستثمر اللي هيروح في المناطق اللي احنا محتاجين أن احنا يبقى فيها استثمار صناعي. القانون بيدي حوافز وإعفاءات ضريبية كاملة، فنجحنا من خلال ده في المناطق الصناعية اللي اتعملت في الصعيد، اكتسبت الشركات العالمية أنها تصنع هناك بأحدث التكنولوجيات. الدولة نجحت أنها تفتح جامعات تكنولوجية ومدارس تكنولوجية. جميل. عشان نأهل الطاقة البشرية اللي موجودة هناك أنها تلبي احتياجات سوق العمل. صحيح. فيبقى عندي السيركل أو الدايرة الانتاجية علشان أستغل ده في مشروعات قومية. بالتأكيد. فالدولة وفرت من ضمن المشاريع كمان مشروع يعني الخاص بمنطقة شرق بورسعيد. المشروع ده استثمار كبير جدا عفوا طبعا بشراكة مصر ومع روسيا. المشروع فيه العديد من الحوافز، ده من ضمن الحاجات اللي حضرتك أشرت إليها، مشروعات قومية استثمارية دي لخدمة المواطنين في المقام الأول وتوفير فرص عمل، وده اللي أدى إلى في الحقيقة أن في 7 أضعاف من عام 2020 من الصناعات التحويلية مقارنة ب 2013. ده غير الحاجات اللي تم إنجاز فيها لو بنتكلم عن أضعاف مضاعفة بالمقارنة طبعا في الفترة العصيبة اللي مرت بها مصر. طبعا مشروع محور تنمية قناة السويس هو قطرة التنمية، هو ده مشروع مصر، هو ده مصر المستقبل. المنطقة دي من أكتر المناطق الواعدة في مصر. ليه؟ لأن هي قريبة للمجرى الملاحي لقناة السويس، فبتسمح للمصنع اللي هيبقى موجود هناك أنه يحصل على المواد الخام بشكل سريع لأنه قريب من المينا، وبالتالي تكاليف النقل بالنسبة له هي كمان هتكون أسرع، وده هيسمح له بميزة تنافسية في السعر. يعني أنا لما خفضت عليه تكلفة النقل لما بقى قريب للمينا هيقدر أنه يصدر منتجات للدول الأخرى بميزة تنافسية، هيقدر ينافس في السعر بتاعه. فالمنطقة دي اكتسبت مش بس المستثمرين من روسيا، لا، النهاردة في المنطقة الصناعية الصينية أصبحت مفتوحة دلوقتي، فيها أكتر من 16 مصنع كلهم بيشتغلوا في صناعات ما كانتش موجودة قبل كده في مصر. صناعات حفارات البترول، صناعات الكابلات الفايبر، صناعات زجاجية، صناعات من أنواع ما كانتش موجودة عندنا. فاللي بيحصل إن إحنا عندنا دلوقتي حالة من حالات توطين التكنولوجيا اللي موجودة في منطقة محور تنمية قناة السويس، مش للصين بس ومش لروسيا بس، لا، دي منطقة متكاملة بيحصل فيها تطوير، بيحصل فيه هناك وادي التكنولوجيا، وده الدولة مهتمة جدا فيه إن إحنا نوطد فيه الصناعات التكنولوجية ويبقى في حالة توطين كاملة في المنطقة دي. فالمنطقة دي هي قطرة التنمية اللي احنا هنقابل بها العالم في الخطوات الجاية. المنطقة دي اتفتحت النهاردة، وعلى عكس ما كان بيحصل في السابق كنا بنعمل منطقة صناعية كده في وسط الصحراء، لا، دلوقتي الدولة بتعمل منطقة سكنية جنبها منطقة صناعية جنبها منطقة سياحية، بحيث يبقى فيه تنمية شاملة للمنطقة اللي احنا هنشتغل فيها. فدلوقتي احنا هنلاقي هناك المنطقه دي موجوده النهارده، لو اي حد طبعاً نزل زارها هيلاقي فيه فندق، وهيلاقي فيه مصانع شغاله، وهيلاقي فيه استهلاك اكتر من 150 الف عامل موجودين شغالين في محور تنميه قناه السويس في المصانع اللي موجوده هناك. النهارده المستثمر المحلي او الاجنبي اللي هيجي يتعامل معانا هيبقى من حقه ويقدر يصنع في المنطقه دي. الدوله بتقدم له خطوات مختلفه، ممكن يشتري ارض ويبني عليها مصنعه، وممكن الدوله توفر له المصنع الجاهز اللي هو يدخل بتراخيصه بالمرافق بتاعته كاملة، هو فورا يركب خط الانتاج ويشتغل. ممكن ما يتملكش المصنع ده بس يدفع لنا ايجار، ممكن الايجار ده يتحول في النهاية الى تمليك. كل ده بقى التيسيرات يعني كل حاجة كتير على احدث النظم العالمية. احنا بننافس. والنقطة كمان اللي حابة اوضحها مع حضرتك، فكرة ان احنا نستخدم التكنولوجي في ده او التحول الرقمي، المظلة الكبيرة اللي استخدمتها الدولة في المشروعات القومية دي سهلت بقى كتير من الإجراءات، ودي النقطة الأبرز أنا عايز أتكلم مع حضرتك فيها. التحول الرقمي قد إيه كان نقطة مهمة جدا وفصلة في تاريخ الصناعة؟ دي برضو نقطة غاية في الأهمية. لولا التحول الرقمي والشمول المالي اللي حصل في مصر في خلال 5 سنين احنا ما كناش هنقدر نعبر أزمة كورونا، لأن زي ما حضرتك شايفة في خلال أزمة كورونا
كل المعاملات اللي بتتم بدأت تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وأونلاين. لولا الطفرة التكنولوجية اللي حصلت في مصر ما كانش عندنا قاعدة بيانات. للأسف مصر كانت بتعاني معاناة شديدة جدا من غياب قاعدة البيانات، ومن غياب قاعدة البيانات اللي بتقول لنا حجم المصانع اللي في مصر قد إيه، وحجم الإنجاز الصناعي إيه، والمشاكل اللي بنقابلها شكلها عامل إزاي. فلولا هذا الرصد اللي تم في خلال 5 سنوات، الدورة قدرت تحدد فعلا إيه المصانع اللي شغالة وإيه المصانع اللي بتعاني، فبالتالي قدرت توجه الدعم للمصانع اللي عندها مشاكل وتبدأ تساعدها على إن هي تتحرك. وكان نتيجة ده إن كان في أكتر من 1500 مصنع مغلقين نجحت الدولة إن هي تفتحهم في خلال الفترة اللي فاتت دي. نجحت الدولة حتى في ظل أزمة كورونا إنها تفتح مجالات للتمويل. التمويل ده ما كانش هيتم لو ما عندناش بيانات عن المصانع دي. يعني الدولة سمحت في خلال كورونا، البنك المركزي قدم حزم مختلفة من دعم لأصحاب المصانع لمساعدتهم على دفع الأجور وإن هم يحافظوا على العمالة، لأن الدولة فرضت على أصحاب المصانع عدم فصل أي عامل، فكان لازم نوجه لهم يد أخرى بالدعم. فالمسألة مسألة متكاملة، وده مرتبط بخطة الدولة. الدولة من 4 سنين دشنت مبادرة دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ب 200 مليار جنيه مصري من خلال البنك المركزي بفايدة بنكية 5% لمدة 5 سنين على الأقل. فإحنا وفرنا التمويل، وفرنا المصنع جاهز بالمرافق بتاعته وبالرخصة بتاعته، وفرنا العمالة المدربة. فبالتالي أنا النهاردة أي صاحب فكرة أو أي صاحب مشروع بقى عنده بيئة نجاح موجودة في مصر، أنه فورا يقدر يطبق فكرته، فورا يقدر يشتري المكنة بتاعته بتمويل من البنك المركزي بضمانات بسيطة جدا، ويقدر يحصل على المصنع الجاهز بتاعه. وكان لازم مع كل ده أن الدولة تيسر لك بقى التعامل في السوق. للأسف كان السوق المصري على مدى أكتر من عقدين بيعاني من إغراق شديد جدا من المنتجات المستوردة. وكانت لازم الدولة تبدأ تواجه هذا الإغراق، وده حصل من خلال القرارات اللي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لمنع دخول المنتجات مجهولة المصدر إلى السوق المصري. ونجحنا فعلا في الخطوة دي، إن كل المصانع الأجنبية اللي بقت بتصدر لمصر بقت النهاردة مسجلة، أو العكس بالعكس اللي مش هيبقى مسجل عندنا إحنا مش هندخل المنتج بتاعه للسوق المصري. وده بهدفين: الهدف الأول حماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة ومجهولة المصدر. صحيح. والهدف الثاني حماية المصنع المصري اللي بينتج منتج محترم. صحيح. وكان بيعاني من منافسة سعرية شرسة بتجيله مع المنتج الرديء. فأنا النهاردة بالطبع احنا طبعا عندنا فكرة دايما ان المستورد ممكن يكون أجود، ممكن يكون أعلى، ممكن يكون فكرة القدرة التنافسية دي هي دي الجزء الأهم في الحقيقة، اللي تدي الفرص للمصانع المصرية أنها تجود. طبعا ما هو الدولة أدت ميزة كمان أكتر من كده، في قانون صدر اسمه قانون تفضيل المنتج المصري. القانون ده يخص التعاملات الحكومية، إن الدولة أو الحكومة وهي بتتعاقد على توريد أي سلعة أو أي منتج، لو حضرتك صاحبة مصنع مصري عندك مساحة سعر 15% زيادة عن المنتج المستورد. يعني أنا لو عندي المنتج المستورد هيدخل هيورد لي منتج ب1000 جنيه، والمنتج المصري البديل اللي عليه 15% زيادة، احنا هناخد المنتج المصري. وده دعم من فخامة الرئيس للصناعات المحلية. فخامة توجه في الفترة الأخيرة ان مشروع حياة كريمة اللي هو بيعمل على تنمية 4500 قرية يتم الاعتماد فيه على المنتجات المصرية بالكامل. ودي نقطة واعدة جدا للصناعة المصرية، ونقطة واعدة جدا للمستثمرين المصريين، لان المشروع ده هيحتاج كل انواع المنتجات من اول خطوط الكهرباء وخطوط المية والمضخات والمحولات، كل الأنواع يا فندم، لأن المشروع ده بيطور المنازل وبيطور المصانع وبيطور المزارع. فكل الأدوات اللي محتاجها في الحقيقة مختلفة طبعا، مصر جديدة في كرة مصر بإذن الله. النقطة اللي حياتك كلمت فيها بالتحديد اللي هي التصنيع المصري، وده الجزء المهم قوي اللي شفناه مثلا علاج فيروس سي. كنا بنسمع أرقام خرافية، واللي بيتم استيراد بيها الأدوية، واللي كان بسببها إن كان في زيادة كبيرة جدا في أعداد المرضى الخاصين بفيروس سي. أما صنعنا وقدرنا إن إحنا ننجز هذا الموضوع، الحمد لله تم القضاء بشكل كبير جدا جدا، يكاد يكون خلاص الحمد لله تم القضاء التام على فيروس سي، وده من خلال المبادرات اللي حصلت. ده الجزء الخاص بالتصنيع، إن إحنا لما ندي فرصة حقيقية لنفسنا بجودة عالية أكيد بنعملها.
المصري إنسان شجاع، إنسان منتج، بيحب العمل، كان محتاج بس الفرصة، كان محتاج إن الدولة تأهل له المناخ للعمل وللنجاح، والدولة والأدوات طبعاً. زي ما احنا بنقول كان ناقص أدوات كتير. يعني تخيلي حضرتك، كانت المصانع للأسف المناطق الصناعية كانت اكتظت بالمصانع اللي فيها، فأنت لو عايزة مصنع تلاقي ثمن غالي جداً إن أنت تحصلي على العقار اللي أنت بتعملي فيه المصنع بتاعك. فلكن لا، الدولة عملت 21 مدينة صناعية طبعا في خلال الخمس سنين اللي فاتوا. تخيلي 21 مدينة صناعية. أنا مش هاخد المواطن أحطه في الصحراء أقول له أنا عملت لك مصنع. كنت لازم أعمل طريق يوصلك لقلب الصحراء، كنت لازم أعمل محطة كهرباء ومحطة مية ومحطة صرف، كنت لازم أأهل الأرض اللي بيتبني عليها. أنا دلوقتي كمان بسلم وحدات تشطيب مفتاح اللي هو يستلم يركب خط الإنتاج، فأنا كنت ببني ده، ببني جنبيها منطقة سكنية عشان العامل يبقى قريب من المنطقة الصناعية، فأقدر فعلا أعمل تنمية شاملة للمنطقة دي. فلما نتكلم زي الروبيكي الخاصة بالجلود، بالتأكيد مدينة دمياط للأثاث، يعني 21 مدينة جديدة في الحقيقة. 21 مدينة جديدة، عدد ضخم جدا طبعا. النهاردة أنا من خلال حضرتك عندي رسالة للسادة المشاهدين، إذا كان في أي مشاهد شايف ان فرصة العمل المتاحة ليه مش كويسة، لازم هو يتحرك على مدينة من المدن الجديدة. احنا محتاجين كل فئات وكل طوائف العمل، الحداد والسباك والنجار والمهندس والطبيب، لان في منطقة عمرانية جديدة مختلفة بالتأكيد. اما تتنقل حياة جديدة هتلاقي ده، يعني الدولة بتوفر لك فرص عمل، بتوفر لك حياة جديدة بفكر جديد، بفكر مختلف متطور. بالتأكيد لازم تواكب ده وما تقولش ان مفيش، لا في، بس لو انت بحثت ودورت وتعبت شويه. من زاويه التطور التكنولوجي انا عندي ثلاث بوابات احب ان انا اتكلم عليهم مع حضرتك. عندي بوابه دشنتها رئاسه الجمهوريه اسمها شارك بفكرتك. البوابه دي موقع الكتروني موجود، كل مواطن يقدر يشارك من خلال البوابه دي بفكرتين في الشهر، وبيدخل برقم القومي بتاعه. لو عنده اي فكره انتاجيه خاصه بيه او تعمل تطوير في الدوله يقدر يشارك بفكرته، والبوابه دي مباشره لرئاسه الجمهوريه واشراف كامل منها. عندي البوابه الثانيه التابعه لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، فيها مشروع اسمه فكرتك شركتك. لو انت عندك اي فكره انتاجيه انت عايز تحولها لشركه، من خلال جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه هيأهلوا لك الفكره بتاعتك، يقدروا يدوك دورات تدريبيه على التسويق وعلى الصناعه عفوا، ويقولوا لك ازاي هتحصلي على قرض. فهنقدر نحول الافكار دي الى مجال انتاجي واسع نغطي بيه الاستهلاك المحلي، ونقدر ان احنا نصدر. عندنا البوابه الثالثه اللي دشنتها الحكومه اسمها بوابه التعاقدات العامه والحكوميه. النهارده مفيش جهه في الحكومه بتتعاقد لوحدها، لا انا عندي هيئه واحده للمشتريات الحكوميه بقى ليها بوابه الكترونيه موحده، كل المناقصات والممارسات وكل السلع والمنتجات اللي بتحتاجها الدوله بتطرح من خلال هذه البوابه. ففي فرص عمل يوميه للشركات وللافراد بتطرح النهارده التعاقدات العامه والحكوميه بالظبط. من اول المواطن اللي عايز ياجر بوفيه في مركز شباب هيلاقي البوفيه اللي معروض للايجار ده موجود على هذه البوابه، لغايه الاعمال الخاصه بتطوير وتنميه الترع والمصارف اللي الدوله دلوقتي بتعملها، الاعمال الانشائيه دي مطروحه من خلال البوابه دي، لغايه محطات الكهرباء والميه، لغايه مشروع ال 4500 قريه. كل الاعمال اللي بتتم من خلال الحكومة المصرية وكل التوريدات المطلوبة بيتم طرحها من خلال هذه البوابة. ففي مجال واسع جدا للعمل في مصر النهاردة، وفي مجال واسع جدا للنجاح. دليل على كده ان احنا نجحنا في خلال أزمة كورونا نحقق معدل نمو إيجابي 3% للاقتصاد المصري صحيح. في الوقت الاقتصاد الأمريكي فيه انكماش بالسالب 10 ماينس 10، وفي الوقت اللي الاقتصاد البريطاني فيه سالب 10 مصر نجحت انها تحقق نتيجة إيجابية 3. حقيقي احنا كنا منتظرين ان احنا نحقق معدل نمو 6% سريعة جدا طبعا. يعني كنا تقريبا قبل أزمة كورونا 5.8 معدل النمو، وكنا في الطريق يعني الى يعني الصعود يعني الكبير، لكن طبعا تقدير ربنا سبحانه وتعالى في هذه الازمه والازمه اللي اجتاحت العالم بشكل اكمل. مهم جدا واحنا بنتكلم طبعا عن بعض الحاجات اللي حضرتك طرحتها، نتكلم عن التسهيل بقى والتيسير على المواطنين، وده الجزء المهم قوي في الحقيقه اللي تم تقديمه من قبل الدوله في الفتره الماضيه، وده كان بتقديم حزم من الاجراءات والقوانين والتشريعات اللي سهلت على المواطن. انا بشكرك جدا، نورتني الدكتور احمد سعيد استاذ القانون التجاري الدولي، والقائد ضوء على الصناعه في الفتره اللي فاتت كان ضوء طبعا مهم جدا جدا، وان شاء الله الى الامام. بشكرك شكرا جزيلا. فرصه مشاهدينا كل الشكر لحضراتكم، استنونا بعد الفاصل مع زميلي محمد كهربا.